نددت منظمة هيومان رايتس ووتش بما وصفته الاستخدام المتزايد للقنابل العنقودية في سوريا في العمليات العسكرية التي تقودها روسيا وقوات النظام ضد فصائل المعارضة السورية. وأكدت المنظمة أنها وثقت أكثر من 20 حالة استخدمت فيها القنابل العنقودية منذ بدء التدخل الروسي أواخر سبتمبر الماضي. ومن هذه الحالات هجومان استهدفا مخيمات للنازحين وأسفرا عن عشرات القتلى والجرحى. وبحسب تقرير المنظمة فإن القنابل المستخدمة مصنوعة في روسيا، ويعد استخدام القنابل العنقودية انتهاكا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي دعا جميع أطراف النزاع في سوريا إلى وضع حد للاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان.